الشخص بحال كاع الناس كيتصابوا بامراض السحر، المس، العين، الحسد، هادشي كله واقعي. رغم انني ما كنتش كندافع هادشي من شحال هادي، وما ما واخدتش عليه فكره كبيره. من بعد اعراض بدات كتكاثر وبدا داكشي كيزيد عليا بزاف. مشيت كان وصوني على شي سيد كيدير الرقيه، مشيت عنده لقيتو غير مشعوذ، برغم انني ما فرقتش ما بين مشعوذ وانسان كيدير الرقيه حيت ما كنتش عارف هادشي بزاف. رغم انني تبعت المركز ديال السي اشرف الحياني، راقي شرعي، قلت بلي دخلت شفت فيديوهات، شفت هادي مسائل بزاف د الحوايج. قلت بقيت ملي كنتعمق سمعت خرج بواحد التصريح ديال كاع اللي تيقول لك سميت امك، سميت باك، ساحر، هادي بلي بحثت بزاف فهادشي، لقيت هضرتو على صواب وثقت بلي الرقيه الشرعيه كاينه، وجيت جربت باش ما نبقاش عندي الشك ولا شي حاجه. والحمد لله السيد بخير، لا في طريقه الاستقبال، لا اي حاجه، لا في كل شيء، لا من ناحيه التجهيزات، لا من ناحيه كيف كيعطيك وقتك الخاص، كيعطيك بزاف د الحوايج. و سميتو وداك السيد عطاني واحد الحجابات بزاف بحال هاد بحال هادشي. عطاني هاد السيد واحد الحجابات اللي ما خصهمش، خصيتش نهزهم معايا، وقال لي هادشي خليه تحت راسك وهز معاك شي حاجه، بزاف د الحوايج ما ماشي تلهي. والحمد لله كنحمد ربي وتنشكرو ملي التحقت بهاد السيد المركز ديالو، وان شاء الله ربي راه غيجيب الشفاء على طريقه، وراه غادي معايا بخير، ومازال عندي معاه حصص ان شاء الله. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية، أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه، نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة، نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.